راه كيما قلت لك كاينه واحد السكيزوفرينيا واقعه. نمشيو نيشان نهضروا في الموضوع هو الحشيش. دابا الموضوع طارئ على الحشيش. ارتيست تيبان قابض جوان تيحاسبوه، تحيدي داك الجوان راه هو كارتيست مات. الانسبيراسيون والابداع كله جايو من داك الجوان، يعني هو وصل يوقف قدام واحد الجمهور غراس واحد تيتكيف باش يكتب، فوالا وحيد ليه الكمايه وتفرج، ما غيبقى يكتب حتى شي يسطر. دونك هو وصل ان سوكسي بديك الكمايه، ومن بعد الجمهور تيحاسبو على ديك الكمايه. واحد لا سكيزوفرينيا طاريه وحيده ليه مشى الدري مشى الارتيست، يعني هو محتاجها بحال لا بوسيون ماجيك ديالو، تحيد عليه ما غيبقاش يكتب ما غيبقاش ارتيست. او ميم طون هذاك الجمهور اللي كيحاسبو هو اللي كيبغيه، وفهمت فهمتيني؟ الا ما تكميش ورابي لينا واخويا بغيتي الورده قبل على شوكها، يعني هذه هي لا لوا. الور الدراري تيكميو بحال كاع لي زارتيست اللي ماشي غادي نقارنو شي بشي، ولكن كله على التجيه. كاين اللي تيقد يكتب بلاش، برافو عليهم، غير بلا كونسونطراسيون ولا بلا ميديتاسيون ولا بالسبور ولا شي لعبه، مي كاينين بزاف فوالا سي لو ستايل دو في. ابري واصل لان سيرتان سوكسي، الواحد غير يقبل على كما قلت لك الورده راه عندها الشوك، هذا هو البلان. وصبروا مع الدراري راه طالعين واعرين، غير حاولوا تفهموا البيرسوناليتي دشاكان صافي، بلا ما نبقاو نجيجيو في الناس ونحاسبوهم. كواكو كل واحد كنشوف راسي، كنشوف واحد قابط ميكرو تيغوت فيه، كنت كندير نفس الكعاوي فهمتيني باش تعرف. ولكن تنفهم ديك لا سانسيريتي اللي عند كل واحد، اللي حتى انا كندابز مع راسي باش ما نبقاش حتى انا نديرها، واخا راه خطرات كيغلبني خاطري وتندير بحالها الا ماشي تكثر منها، نهضر مع الجمهور بواحد الطريقه اللي بلا ما كنترولي فهمتيني. يعني لي زارتيست سي سا، سي دي جون لي وي كيكتبوا بديك الطريقه، الفو با عاوتاني نخبيو الحقيقه. هذاك هو الاسلوب، كيست عليه بنادم تيبغي تيزولا تيطفي تليفونو تيضمق الراس مزيان وتيخرج ليك شي حوايج راه كيفرقع لي ستريم باسكو دار ديك لا تكنيك. غتحيد ليه ديك الشيء مشى، اسايي دو كومبروند ان بو لي زارتيست كومون اي فونكسيون. هادشي اللي نقول لكم.